الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج حديث في السياحة على قناة تحواس بريس إلكترونية. عدد اليوم سنخصصه لمعرفة دور الأدب والأدباء في نشر الوعي السياحي في الجزائر، تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية لعام 2020. وفي هذا الصدد يحضر معي السيد كارك ياسر، كاتب وناشط جمعوي ومشارك في عدة تظاهرات ونشاطات ثقافية. أهلا بك سيدي، شرفنا بحضورك. مرحبا بك اختي، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. بداية سيد كارك، لطالما كان الأسلوب الأدبي سفيرا للتعريف عن حياة العرب قديما وحديثا، هل برأيك اليوم أن شيوع الأسلوب الأدبي في الجزائر يساهم في تنمية السياحة والتعريف بالتراث الجزائري؟ طبعا طبعا، يبقى دائما الأدب هو شيء راسخ في التعريف، سواء بالفكرة أو حتى بالسياحة بصفة خاصة. وربما أكبر دليل على ذلك لو نمسك روايات ولا مجموعة القصص اللي كان يكتبهم الأديب الراحل أمير الرواية العربية نجيب محفوظ. نعم. حيث أنه جميعا قدرنا نعرفه الحارة اللي كان يعيش فيها، وعرفنا مصر القديمة فقط من رواياته، بحيث أنه كان يوصفها بدقة ويروي لنا روايات كثيرة. فالناس بزاف تشوقت وشافت كما يقولوا مصر فقط من الروايات على جيب محفوظ. رغم أنها كان روايات، وأيضا كان أحلام الصغارني ما لها سبيل المثال في رواية ذكرت مجاسب لما عرفت بقسنطينة، وناس بزاف من مجرد قراءة الرواية حب يشوفوا شيء بقسنطينة ويعرفوها ويجوليها. صحيح، يعني أنت تقول بلي أنه الأدب أو الأسلوب الأدبي يلقى بعض الاهتمام سيساعد كثيرا في تنمية السياحة الجزائرية، صحيح؟ طبعا طبعا صحيح. من جهة أخرى، هل تجد أن الغنى الثقافي لأفراد المجتمع الجزائري له علاقة بزيادة النشاط السياحي في الجزائر؟ كيفاش يعني؟ قصدك أنه الناس عندها مكتسبة ثقافية كبيرة خلتها تقوم بالأمور السياحية ولا كيف؟ نعم بالضبط. نعم، هو فيما يتعلق بالثقافة حاليا هو شغل الصرابة الاختلاف حاليا. الانفتاح على السوشيال ميديا وانفتاح على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وانفتاح على العولمة، هذا خلى بعض الناس مثل جأج الأدب باش تقرا. فمثلا لما كانت تصدر مجلات العربي اللي كانت تجلى على مستوى العالم العربي كامل، كانوا الناس ينتظروا ويتشوقوا لها باش يقراوا باش يعرفوا جديد منها. كانت كما نقولوا وكان الكتاب هو من الاساليب الوحيده اللي كاين باش الانسان يتلقى ويعرف. مثلا نلقى في مجله مثلا كانت تصدر عربيا، مثلا اديب من الادباء يتكلم على مصر ولا يتكلم على لبنان ولا يتكلم على الاردن، فيعرفوا هذيك المنطقه ولا هذيك الروايه عبر هذاك الشيء. يعني كان الادب هو العماد الاول من اجل انه يعرف على امورات اللي الناس ما تعرفهاش. اما حاليا ثم اصبحش الادب هو الوسيله الوحيده اللي بها تقدر نعرفوا الامور السياحيه، ولكن السوشيال ميديا ولا عندها دور كبير جدا، بحيث انه اصبح يصير اي خبر ولا تصير اي حاجه ظاهره غريبه ولا مميزه في اي منطقه كانت سواء في العالم العربي والعالمي. نعم، يقدروا يعرفوها. فالادب مازال عنده ذاك المكانه، ولا حد ينكر الادب، واحد يقدر يقول انه الادب راح يزول، بصح ما بقاش يقدم نفس القيمه كما كان ابتداء. نعم، يعني افهم من كلامك انه لو تقول لو انه المجتمع الثقافي مقارنه مع مجتمعات اخرى او مع مجتمعات سابقه فهو اقل ثقافه باعتباره اعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي اكثر من الكتب. طبعا هذا هو بالتفصيل، هذا واش حبيت نقول لك، انه الانفتاح العولمه رجعوا يطالع اقل عنده ثقافة، ما قوش ثقافة أقل، لأنه الثقافة عموما تكتسب من عدة أمور، سواء من الكتاب أو من المقالات أو من الفيديوهات أو من المقابلات أو من الحوار أو النقاش. ولكن إذا تكلمنا واعتبرنا أنه الشعب حاليا اكتسب ثقافة وأصبح الكتاب فيها يمثل جزء صغير من تلك الثقافة، ماشي كما كان من قبل. الثقافة الجزء الكبير اللي اكتسب من هذه الثقافة هو الكتاب ولا الأدب. نعم، حاليا يشهد المجتمع الجزائري عامة ركودا كبير في مجال السياحة الثقافية. أنت بحكم خبرتك في المجال الأدبي، ما هي العراقيل أو المشاكل التي تقف أمام بناء مواطن مثقف سياحيا؟ بناء مواطن مثقف سياحيا؟ نعم. ربما شوف كيما قلت لك العراقيل، ما نقدرش نسمو عراقيل، ما كاش عراقيل واضحة يعني. نعم. أحيانا الناس يقول لك انا مثلا ما نقراش كتاب، انا ما يستهوينيش كتاب، فهذا يعتبر كما نقول اوبستاكل كبير بزاف، ما تقدرش تنحي هذا الشيء بطريقه. لو انه انسان ما يقرا كتابات ما راحش لازمو انه يقرا الكتاب لا غالب، فهذا مشكل. لما الانسان يكون يقرا كتاب، هل الكتب التي توضع حاليا في السوق تقدم القيمه الادبيه والقيمه الجماليه
حيث أن تصنع إنسان مثقف سياحيا كما ينبغي. يعني هل الكتب الموجودة حاليا توصف نحكيكم بالكتب اللي فيها روايات تتكلم على سكيكدا؟ هل جميع الكتب اللي كتبوها الكتاب تتكلم على روايات حدث الأحداث تاعها في سكيكدا ولا في الأزقة تاعها توصف الطريقة ولا توصف الشيء اللي أنا حابين نوصله لذهن القارئ بالطريقة الصحيحة والشكل الصحيح؟ نظن أنه ما مش فقط أنه الإنسان ولا ميهتمش أنه يقرأ لأنه عنده بدائل أخرى اللي هي على أنه يقرأ. صحيح أنه لما تقرأ نص ولا تشوف صورة الصورة أبلغ، ولما تشوف فيديو ولا صورة الفيديو أبلغ. فما نقدرش نلوم الناس أنه النفسية تمثمية الأمور غير الأدب، ولكن حد في الأدب في حد ذاته ما راهوش يقدم هذيك القيمة الكبيرة كما ينبغي. وهذا عنده عدة عوامل، لأنه أغلب دور النشر حاليا أصبحت دور نشر تجارية أكثر منها أدبية، حتى أنها تقبل جميع الأعمال، ما تقدمش مادة أدبية ممتازة ولا شيء اللي يستاهل المواطن أنه يستهلكه. فأنت مشاكل كما لك. صحيح. إذن بذكرك لكل هذه الصعوبات، يعني لو تقدر تعطينا بعض الحلول التي من خلالها أن نبني بها مواطن مثقف، مثقف من حيث السياحة أو من حيث الأسلوب، بناء أسلوب أدبي عفوا. نعم، فيما يتعلق بالأدب لازم كما نقول القائمين على ذلك الشيء، أول شيء بالنسبة لي هو دور النشر. لازم دور النشر توقف وتكون ما تكونش سيدي نقول مش دور النشر هو اللي يطبع كتب جيدة، ولكن على الأقل وزارة الثقافة ولا المسؤولين على ثقافة الوطن يديروا رقابة شديدة على الكتب التي تطبع وتنشر. أول حاجة نحاولوا نصفيو الساحة الأدبية تاعنا. أول حاجة تكتب لي عندنا كتب ذات قيمة مليحة، ومن بعدها جي المبادرات. لازم شغل ما بقاش هذاك الأسلوب التقليدي والأسلوب القديم تاع ندير فقط جلسة ولا نطبع فقط كتاب نحطه في المكتبة وننتظر أنه الناس تنكب عليه وتجي تشوفه وتعرفه. نعم صحيح. خلاص دوك وصلنا في مرحلة من العولمة، لازم نقبلوها شئنا ما أبينا. بل الجيل تطور، وكما نقولوا الإحداثيات تاع الجيل تطورت، أصبح الجيل عنده عادات خاصة به، عنده أساليب خاصة به، عنده أنماط اكتساب المعرفة خاصة به. لازم ننتقلوا بالثقافة الأدبية ونحاول نحسنوها ونطوروها باش تولي تتماشى مع الجيل الحالي. في مرة في جلسة للدكتور طارق سويدان في برنامج الوسطية، كان يجي مجموعة من العلماء ومجموعة من الأدباء يتكلم معهم. في حلقة كان موضوع الحلقة ثقافة الشباب. كان يجي مجموعة من الكتاب وتكلم معهم. فواحد من الكتاب قال له أنا لما كنت أكتب كتابات طوال يعني يتجاوز 100 صفحة لما كنتش القالم إقبال كبير، فواش ولا يدير؟ قال له قال له تكتب كتابات قصار فيهم 50 صفحة فما أقل ونوزعهم، ولقيت أنه كاين إقبال كبير. يعني شغل صحيح انه كتاب صغير ربما ما عندوش ديك القيمه والزخم الكبير في الادب كيما كتاب كبير. ولكن الظروف اللي راه موجوده حاليا تضطرنا ان نغيروا من عوامل بزاف باش نخليو الجيل تاعنا ينتمي لعالم الادب وعالم الكتاب. فلازم نديروا نقله نوعيه. نعطيك مثال كيما هذا، مثلا انه يكتب كتاب صغار. لازم نشوف مبادرات ادبيه مليحه، مبادرات ادبيه تليق بالساحه الادبيه، نشوفوا الشهادات، مسابقات، صنع محتوى، يقدم المحتوى بطريقة جمالية. نعم، يعني أنت تقصد أن تقول بأن لابد لنا من رفع قيمة الأدب العربي وسط مجتمعات وشباب المجتمع الجزائري والعربي بصفة عامة، لكن كيف يمكننا أن نسقط ذلك على الجانب السياحي؟ السياحي هو أغلب الشيء. نعم. يكون متضمن في الرواية ولا متضمن في المقال. صحيح. مثلا لما تقرأ كما قلت لك كتاب مثلا رواية نجيب محفوظ في روايته يوصف مثلا الحارة، مثلا كما كتاب مجموعة القصصية تاع الجريمة، هي مجموعة قصصية. نعم. في كل قصة. نعم. يحكي على شخص في حارة من حارات مصر. صحيح. ففي روايته هو يوصف مصر. يعني لما تكون الرواية في شيء حدث في سكيكدا هي توصف سكيكدا بطريقة غير مباشرة أصلا، فهذا صناعة ثقافة سياحية. أو عبر المقال كما دار مثلا مصطفى محمود في كتابه رحال في أرض الله. صحيح. فكان يوصف الرحلات تاعه من مدينة إلى مدينة، يذكر حادثة مميزة وغير حتى حوادث تبقى رسخة في ذهن، كما الحادثة تاع مظاهرات صارت في لندن من نهار قريته القصة هذيك راسخة في ذهني إلى حين اللحظة. صحيح. يعني الثقافة السياحية راح تكون متضمنة في العمل الأدبي. أكيد. لما يكون عدد العمل الأدبي جيد وممتاز. نعم. وأحداثه تدور في منطقة حقيقية. نعم. كان موجودة في الجزائر. راح
يصرى وصف وتوصل هذه الثقافة السياحية بطريقة ضمنية. جيد صحيح. شكرا لك سيد ياسر كارك على هذه المداخلة الطيبة. كما نذكر المتابعين أن ياسر كارك هو كاتب وناشط جمعوي ومشارك في التظاهرات ونشاطات ثقافية. كنت معنا على قناة حواس بريس إلكترونية، نتمنى لك التوفيق في مشوارك ومزيد من النجاحات. متابعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا العدد، نلتقي في موعد آخر وضيف آخر في أمان الله.